بون سمحوا لي اخوتي، راه تقطع الفيديو، المشكل ديال هاد لو ريزو هذا، راه ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت لكم اخوتي اخواتاتي ميزامي لي تيرفيست، سواء المشاركين ديالنا في القناه او الناس اللي كتمر تشوف القناة ديالنا، وجميع من يشجعنا، أكرر شكري لكم. وكما قلت لكم نتبعوا الهضره ديالنا، هذه لا سويت ديال داك الطرف الاول ديال الفيديو. بالنسبه ما غاديش نديروا تحليل كما قلت لكم، غنكتفيو بلا سيليكسيون ديالنا ديال وي شوفو افيك لي سيربريز ولا بواط نوار ولا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، او اون سيربريز اللي ممكن انها غتكون في الكورسة. كما قلت لكم كورسة راها طري ديفيسيل افيك ان انديس نيمير 8 ولي زاد صعبة كما قلت لكم، هو بان هاد لي شوفو راه محمق كما قلت لكم، باقيين صغار وبزاف منهم غيديروا لو برومي هانديكاب ديالهم، و افيك دي فالور ديستريبي بار لو هانديكابور، واش ممكن انهم يتحملوها ولا لا؟ يعني كاين بزاف ديال المعيقات، وهذا الشيء علاش تصنفت او حنا صنفناها في الخانه ديال طري ديفيسيل. دونك غادي نقول لكم الله يجازيكم بخير، العبوها عاوتاني بحيطه وحذر، خدموا عقلكم معها، رغم ان دي شوفو تما كيبانو ممكن انهم يكونوا في لي باز، ولكن انا جو سوي كونتر. علاش جو سوي كونتر؟ يقدر هادوك اللي غدخلو في لا باز يجي منهم غير واحد او لا جوج في لا باز، والاخرين كلهم غيتلاحوا اللور، وغتصدق حتى بوني ستروا ما عندكش. هادشي علاش كنقول لكم بنادم يحاول ما امكن انه يلعب معها بذكاء. خصوصا وان لا سيربريز اللي غادي نقولو لكم تقدر انها تبدل لكم الفهمه. بون غادي ندوز ل لا سيليكسيون ديالنا ديال وي شوفو. دونك لا سيليكسيون دو وي شوفو دو لا شين فاتي حسن تيف بور لو كينتي دو 25/6/2020 كي اورا ليو ا لونشان ريونيون ان كورس نيف 2100 الديبار ا 2h50 مع الوحده قبل قسمين لي نيميرو لا سيليكسيون لي وي نيميرو دو لا سيليكسيون 100 14 8 4 6 3 7 16 و 10. هذيك العشرة ما معمرش ليا عينيا، مي حنا لحناه اون بو دو كومبينيزون ممكن انه يقدر يدير شي حاجة، مي عندنا واحد في لي سيربريز كنظن احسن منه. بون اعيد الارقام، 8 الخاصة بالكينتي ديال لو 25 ديال 25/6
2020 اللي غيكون في لونشون هي 14/8/4/6/3/7/16/10. فوالا. بالنسبة لي شوفو سيربريز عندنا النف والان داك الان عرفتي بيناليزي مزيان نضرب بسبعة كيلو باش ضربو الهونديكابور سويت لدي سيكسيدر وعاد عندو لو توب ويت ما نعرف لان لي ليميت ديالو ما معروفينش دونك غير شبيه بنادم على ود كما قلت لكم داير دي سيكسي مضروب بسبعة كيلو عندو لو توب ويت يعني هو عود واعر ولكن بالنسبة للونترينر ديالو كيقول بأنه ممكن أنه يتقليس في لاريف على أي بالنسبة للسيربريز ديالنا حنايا كاين النف وكاين الأه إخوان اللي غادي يديرو دي باز يرشو داك الكنز اللور اون سي جامي يعني بالنسبة للأرقام المفاجأة هي 91 لي نيميرو سيربريز دو لا شين 109 اي اه دونك غادي ندوزو ان شاء الله لابوات نوار ديال القناة غادي نشوفوها دابا اللي هي غتكون كالاتي لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سانتير بور لو ميم كينتي دي 25 114 6 4 اي 8 الارقام الاربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتير هم 14 6 4 8 اعيد 14 6 4 8. غادي ندوزو لا ديرنيير مينوت ديالنا هي الكاتورز شوف الاكومبانيون هو لو نيميرو 8 بالنسبة لي سوبليمون لي شوفو دو سوبليمون عندنا الكات وعندنا السيز عندنا الكات وعندنا السيز دونك لا ديرنيير مينوت غتكون هي 14 الحصان المرافق هو 8 كنتمنى انه يكون في لاريفي ان شاء الله وعندنا نشوفو دو سيبليمون عندنا 4 وعندنا 16 بالنسبه لا سيربريز اللي قلنا لكم عليها غادي تكون هي انتوكار غيكون سوا ان برومي سواء اون دوزيام بلاس اما غيكون ان اوتسايدر ان بيل اوتسايدر ولا ان توكر او تويكر غيكون سواء في او فلاغان سواء غيكون في لا دوزيام بلاس اذا اللي علينا هو هذا ما عليكم الا انكم كما قلت لكم تلعبوا بذكاء تعرفوا تصرفوا معها واللعب راه كيكون كل نهار بنادم ما يغرقش الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من المعلومات اللي دوزنا لكم كنتمنى اننا نكونوا كنفيدكم الله يجازيكم بخير ما تنسوش اللي لايك وهذا افضل منكم وليس امر منا كنشكر كاع المتتبعين ديالنا وليلتكم سعيده والا كانوا شي مستجدات توصلنا ليها حيت دابا حنا عطيناكم كل شيء مي اذا كان شي مستجدات راه ما نبخلوش عليكم ولو غير في 1 مينيت ولا 2 مينيت نوصلوها لكم بالزربه
رغم ان عندنا خلل، عندنا مشكل في لو ريزو، راه هو اللي كيسبب لنا هاد لو روتار. كان لوحو الفيديو تقريبا بثلاثة ساعات قبل من الكورسة، ورغم ذلك كنطيحو في مشكل. دونك هادشي راه خارج على الإرادة ديالنا، راه ماشي يعني كسل منا او هذا، باش ما تحسبوش علينا، راه ديفو ديال الريزو. اخوتي اخواتاتي، دعواتكم كالعادة، اخوكم فتح حسان، والله يوفق الجميع، والله يجيبها سمينة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا كنقول لكم الا كانت شي حاجة جديدة، راه ولو غير في ان ولا دو مينيت نوصلوها لكم بالزربة، وما نبخلو عليكم حتى بشي حاجة. الله يوفقكم، الله يعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.